مشغول مو بوقته. كيف يعني فرود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على الجميع. حاليا أنا جاهز لابتوبي. المهم بتحرك كاميرا الأوزمو التعبانة، بس تنفع احتياط. عموما هذه الغرفة صورت لكم إياها أمس، هذه تعتبر شيرنج لكن مو موسم، فنمت بروحي فطارت ولله الحمد، والحين بتحرك وإن شاء الله إن شاء الله أني أحصل مسجد يصلي الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكلنا على الله وإن الله يحب المتوكلين. بروح مدينة تبعد عني 6 كيلومتر. اللي حصل أمس في الليل وأنا ماشي بين هذه اليبال، أنا طبعا في مرتفع، حصلت فندق، قلت له تستخدم البطاقة بتسحب، أنا عندي بطاقة، أنا نادر ما أستخدم الكاش يا جماعة. قال لي لا والله، يا تدفع لي باليورو أو تدفع لي بالمارك اللي هي عملة البوسنة. طيب طلعت قلت له إن شاء الله. وين الاي تي ام؟ قال لي خذ يسار روح سيدة 6 كيلو لين ما يجيك دوار، الدوار خذ يمين بتحصل صراف. قلت له طيب. جيت لبست وخلاص بحرك، لبست الهلمت يعني والقفازات، الجو بارد، شو تسوي يا حمد؟ فكر فكر يا حمد فكر. المهم جاء عبالي اني اقول له بحط عندك الجواز وبكرة الصباح ان شاء الله بروح اسحب لك فلوس. كلمت والله بكل سعة رحب، قال لي تم، ما بلا جوازك ولا شيء، خلني اسجل بياناتك، اسمك، سجل بيانات يعني الاسم وبعض البيانات من الجواز، تاريخ الميلاد والى اخره. وقال لي خلاص، وشربني كوفي وقهوة بوسنية وعطاني ريوق الصبح، وحين روحت وما عنده اي دليل لا جواز ولا شيء. لكن تبقى الثقة، هني في اوروبا يتعاملون بالثقة اغلب دول اوروبا، فما اعرف يمكن مش مع اي حد، لكن الحمد لله انا دائما يتعاملون معي بالثقة مو باول مرة، يا ما صارت لي انهم ما ياخذون، رغم مثل ما ذكرت لكم اني انا استخدم الفيزا كثير اللي هي بطاقة الصرافة لي اشتري منها. فالحمد لله الامور متيسرة، دائما اتوكل على الله وخل نياتك طيبة والله يعطيك على قد نياتك ان شاء الله. شوفوا المنظر، شوفوا الاطلالة البانورامية. اوكي هو يطري هذه القرية، قال لي اي تي ام، انا ادور الحين اي تي ام. على فكرة لين الحين انا ما حصلت الاي تي ام، وين الاي تي ام؟ ما شاء الله صغارية، مخلينهم يتمسكون على حفل. انزين انزين، وينك يا اي تي ام؟ والله هذه المدينة يعني حيوية بصراحة. اوكي 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 يا شباب، حصلنا الاي تي ام، ايوه هذا هو الاي تي ام. وين هالسيارات اللي واقفة؟ حلو، هذاك هو الاي تي ام عند البي ام اللي داق 4 شاير. طيب طيب، سحبنا مصاري والحين راجع، بس ما اعرف الطريق. هذا هو؟ ايوه اتوقع هو هذا، هو هو هو، اتوقع ان هذا هو اسم المكان. يلا نتوكل، بعد ما حاسبته اعطيته حسابه
اوكي طلع حسابي كامل 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 40 مارك، كامل السكن مع الفطور مع الشاي والقهوة. الغرفة بس لحالها ب30 مارك. 30 مارك اتوقع انه يكون 65 درهم ريال سعودي حولهم. يلا 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 نتوكل، اليوم الجمعة برجع المدينة الحين 6 كيلو تبعد، وإن شاء الله أني أصلي الجمعة في البوسنة، وبعد الصلاة أروح أكمل طريقي على الجبل الأسود. خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أما بعد فعباد الله اتقوا الله واتقوه، إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. وعلى زارنا سودنيغا милостиви الله само тебе обожавамо и од тебе помоћ и опрост тражимо. Uputi nas na pravi put, na put oni kojima si blagodati svoje darovao, a ne na put oni na koji si se rastrdio i koji su zalutali. Alhamdulillah, wa shukr, salit. Al-đum'a, Allah razaqni b-salaf al-Bosna, fi hada rif al-đamil. Agrazi mojud, alhamdulillah. Ma fi shay nqas. السيفتي موجود، كل شيء موجود. الحين نكمل طريقنا الى مونتينيغرو، نكمل طريقنا الى الجبل الاسود، تحديدا الى العاصمة. المسافة 285 كيلومتر، فيها 4 ساعات و45 دقيقة، يعني هذا اللي يسوون 6 ساعات. السواقة في هذا الشارع جدا جميلة. من المدينة اللي طلعت فيها، المدينة اللي طلعت منها في طريقي إلى مونتينيغرو، أنا كنت بمر مدينة موستار، بس بصراحة طولت في هذه البوسنة. النهر على يميني، ما أعرف ليش أحس العدسة يبالها تنظيف. يو 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 غبار أصق الجامعة. مرحبا، هلا والله. أفا ليش ما ردوا سلام؟ في منهم يردون، في منهم ما يردون. أحزين شي قفطوني. درجة الحرارة حاليا 21 درجة مئوية، الساعة 2:30. طيب نتوكل على الله، وان الله يحب المتوكلين. الى دول لا شو دول، الى مونتينيغرو. هني مثل ما هو واضح ان بتيني بحيرة، ما شاء الله الاندفاع، اندفاع النهر قوي. اتوقع حاليا التصوير افضل، تعرفون البصمات، بطل ركب من القاعدة، بطل بطارية ركب بطارية، فانسى انظف العدسة.
صراحة من أجمل الطرقات اللي أسوق فيها في البوسنة. شوف الشارع كيف ياخذك ويردك مرة ثانية بهالاتجاه. شوفوا هذا قدامكم، شوفوا الشارع. هذه بحيرة على يسارنا، بس البحيرة يعني الماء اللي فيها قليل مش كثير، هذا لأن مش موسم أمطار. فالمعلومة اللي عطوني إياها الأوروبيين إنه هو أمطار شوية ثلوج خفيفة، هذا في شهر أواخر 9 وبداية 10، مرة واحدة يدفى الجو، بعد هذه الدفوة يدخلون بالشتاء جامد، ثلوج ثلوج بدون أي تفاهم. هاي المعلومات عطوني إياها الأوروبيين. البحيرة وايد كبيرة، من متى أنا خبرتكم إن على يساري بحيرة كبيرة لين الحين على يساري، ولكن الواضح في الخارطة أنها بتخلص الحين. هذه هي هاي البحيرة. في سالفة أبغى أخبركم إياها، تذكرون أنتم، بذكركم لحظة بس بظل الجو بخبركم السالفة إن شاء الله إني ما أنساها. المهم الحين فضال الجو، كانت في شاحنة وجاوزته. تحيدون جماعة يوم كنت بطلع من كرواتيا وبدخل على بوسنة في الطريق الجبلي، الدورية اللي رجعت ريوس يوم شافتني ولحقتني لسه تتبعني، ان انا ما عرفت شو وضعه. بيني وبينكم انا شوية مش خفت، لكن كنت متحذر، هذا شو بيكون، هذا يبغي بخشيش، يبغي بهانس، يبغي رشوة، يبغي يخالف، يبغي يهددني مخالفة. المهم 60,000 وسواسية في راسي وهو وراي، يتقرب ويعطيني مسافة، يتقرب ويعطيني مسافة، يوم يعطيني مسافة أنا أهوس على الريس، بس بطريقة أنه ما يسمعني أنا مهوس. اللفات اليمين يسار يوم أختفي عنه هني أهوس عشان أوصل أقرب قرية، ما أبغي يوقفني وسط الجبال يعني في المناطق النائية. المهم مرت الأيام ولا واحد يخبرني سالفته على السناب، قال انا يا طويل العمر مر صار لي موقفين. الموقف الاول ان كنت موقف في الباركات وعندي كاميرا والعدسة واغراض الكاميرا كلها قيمتهم 25,000 درهم، 25,000 ريال سعودي تقريبا نفس الشيء، يعني صحيح هو مبلغ، صحيح ان في كاميرات اغلى وعدسات اغلى واغلى بكثير، لكن بعد يبقى مبلغ وكل واحد على قد حاله. قال لي وقفت السيارة ولا تشوف السيارة مسروقة. زين مسروقة كيف سرقوها، كسروا الجامعة؟ قال والله ما أدري، أنا عطيت الدريول والدريول هو صار بركن السيارة. أيوة، قلت له لا تظلم الشعب، يمكن يا أخي يكون من الدريول، ممكن يكون يمكن الدريول متعاوني أحد. قال المهم يو الشرطة وما سووا لي سالفة، خذوا أقوالي، شو عندك، كم قيمة الأغراض، وخلاص إذا في شيء بنتصل بك. قال ما خذوا بصمات من السيارة ولا خذوا أي شيء. فيقول استغربت، هو الريال ينصحني إني أدير بالي، يعني أنه باختصار الشرطة ما راح تسوي لك وايد سالفة. حلو، قلت له زين نبهتني، قال يعني احتفظ بأغراضك. تمام ما في مشكلة. سألته ما في كاميرا ما فيها؟ قال لا ما في كاميرات في المواقف اللي أنا موقف فيها. حلو زين، بعدنا ما وصلنا الموضوع الشرطي هذا، أنا شبكته بالسالفة اللي لحقني في كرواتيا، بس أطوف هذه القرية وأكمل لكم السالفة لأن ما بعرف أتكلم، وسيارات وهذا بيلف وهذا بيطلع وهذا بريك وإشارة ودوار. حلوة أيضا هذه المدينة. اوكي هذا هو شوفوا كيف يا جماعة، انا قالوا لي مستر هذا ستايلها يلف هذا،
في مطاعم بيني وبينكم مريت عليهم قدام، لكن ما في حد. دائما دور الزحمة، الزحمة تعرف ان هذيلا اكلهم مضبوط. الحين انا بشوف هلا والله هلا بالكي تي ام. يلا هذه تعبي ماي كانت. اوكي اكمل لكم السالفة بعدين. طيب نتوكل على الله. بعد ما جربت هذا اللحم ما كنت حاسس بجوع، لكن قلت دام اني واصل والكل يمدح هذا اللحم، ذبيحة كاملة هذه ما شاء الله وممتازة. جربتها بشكل خفيف وايضا كلت سلط وشربت ماي، وحين اكمل طريقي ونخبركم السالفة الثانية. مش ناسنها، بسم الله. مشكلة هاي الزاوية، والله هاي الزاوية مشكلة. تأخر علي الوقت، انا وصلت لين هني بعدين رجعت هناك لان حسيت هناك افضل، الزحمة كانت كلها هناك، ولكن اتوقع هذا بعد اوكي يعني. ولا في اكثر عن مطعم هني بعد، هذا بعد هنيها ومستار قدامي، مستار اتوقع 30 كيلو شيء كذي واوصل مستار. مستار ايضا تستحق الزيارة. هذه هي مستار، وصلنا مستار يا اخوان. نوقف نريح ناخذ لقطة جوية ولا لا 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 لا، وايد طولنا هني في البوسنة، خلونا نروح. هني طبعا مشهورين بالجسر هذا اللي مر تحت النهر، الجسر عود، يعفدون من فوقه بعد عمواسم يسوون بطولة ما اعرف شو موضوعهم، المهم انهم ينقزون من فوق الجسر للنهر. اي واحد زين ييها بطيارة، يأجر سيارة ولا يكون عنده دريول ويلف وياه، هذه كلها مقابر. يا سلام على الشارع، يا سلام والله شارع جميل. ها تطلع على مونتينيغرا صراحة أجواء جميلة. يو 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 والله البريك ما يقبض. زين يوم البريك ما يقبض حاول ما تغصب الدراجة انها تلف، لا خلها تروح سيدة. المهم يا اخوان ترى هذه الدول الصغيرة، الدول اللي هي دول فقيرة في الحدود، المناطق الحدودية أو المناطق الجبلية ما يكون عليها رقابة، ما يكون فيها مدينة قرية، المهم إن طريق أنت رايح تعبر من حدود لين حدود، فأيك واحد شرطي بالدورية لا ذمة ولا ضمير وما يمثل إلا نفسه يوقفك ويلعوزك. هذا عليه ما وصل لي أحد المتابعين، كان طالع من البوسنة إذا ما كنت ناسي البوسنة على صربيا ولا على كرواتيا، المهم واحدة منهم صربيا أو كرواتيا. فنفس الموقف إذا تذكرون لحقتني دورية أول ما مريت. طبعا الدراجة هذه اللي عندي هذه من أغلى الدراجات، تعتبر يعني هنيم ما يسوقونها، مو بأي حد يسوقها، يسوقها هذا اللي خلاص مفنقش من الحياة، ريف القبر وريف دنيا.
هذين يسوقون هاي الدراجة، وما حد يسوق هذه ترى على فكرة يا جماعة. فيومي يشوفك أنت تسوقها وأرقام غريبة يحاول يستغلك، ضرب لك فليت وقف، أنت مخالف. شو مخالف؟ مو برابط حزام يا ولد الناس، ما فيها حزام كيفه. المهم تدفع لي. فهذا المتابع قال لي أنا الشرطي، قال لي وقف السيارة وروح المدينة الفلانية ادفع المخالفة وارجع، او اني بسهل عليك ادفع لي قيمة المخالفة هني وتوكل انت. فأمر الله ما عرف يتصرف، قال له بدفع لك. فعموما من لديه حيلة فليحتال في هذه الامور. انا ما اقول لكم انا يوم الدورية ردت والله العظيم اني شاك، لكن سبحان الله الله حفظني منه. وحاولت ان في اللفات اني اعطي ريس، احاول اشرد، ابغى اوصل المدينة، لانك يوم توصل المدينة تكون الكرة في ملعب، لكن بين الجبال وانت غريب لا الكرة في ملعبه هو. فهذيلا ما يمثلون الا اعمارهم، يعني اذا صارت في اي حد يعني حاول ما يتهم الشرطة كلها، لا بالعكس سراييفو عيل العاصمة والله، دورية تحصلها في كل سكة كل لفة كل شارع، هذا في سراييفو هني في البوسنة. أما في القرى الخارجية قليل ما تحصل دوريات. هذا الموقفين اللي هو صار له وكاره عمره، يعني سبحان الله ما له مانة، صار له الموقفين أكيد كره البوسنة وكره الدولة الثانية. ما تحضرني الصراحة يا أنها صربية أو كرواتيا. فأنا أتكلمت بعد، يعني أنا أرد، أنا الحمد لله أرد على متابعيني عادي، أموري طيبة جدا. فقلت له لا يا رجل ما يخصه، أنت الله يهديك بعد ما عرف تصرف، شو مود أنك هني شو مود أنك هناك، ليش تمشي على راحتك ليش. فما يدري مسكين بعد هو، يعني ما يعرف أن هذا الشيء بيحصل له. فهذا بالنسبة للدول، هذه الدول الفقيرة اللي هي كانت اللي تبهدلت وايد في الحروب. يا الله يا بريكتش، يا الله يا بريكتش، انزين عطيني شوية فتشة. ثانك يو. ما اعرف هذا علم شو هذا، انا وين دخلت؟ هذه حدود، البوسنة والهرسك ريبابليك سربسكا، سربسكا صربيا، معقولة؟ عموما الطريق وايد جميل، المستار وانت رايح على مونتينيغرو وايد جميل الطريق، حلو. درجة الحرارة 16 حاليا، الساعة 35 دقيقة. المسافة المتبقية إلى العاصمة 159-160 كيلو، فيها ساعتين وثلاثين دقيقة. هاي كاو، اتس ا كاو، اتس ا شيب. الروم نقول شيء، ما الروم نقول شيء ابوي بنوقة. ف يلا انتم مروا والدرب لكم انتم، ونحن بننتظر. هلو جود، هاي تشاو، فيري جود. Yeah! Cow! اوكي هني هالعيايز يسلمن احسن عن الريايل. هلو، هاي هاي، والله يسلمون. شو 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 الكلب.
والله مش غلط الواحد يتزوج من هذه القرى. رعيات واجب محذرين هم اصلا حاطين لوحات ان خفف السرعة، هنا البقر يتمشى. مرحبا، هذه مدرسة ولا وش هي؟ انها مرعاة الاغنام، الرعاة طبعا هني بنات، البنت والام هي اللي ترعى. شوفوا هذه هي. امسيتم بالخير احبتي الكرام، لازلت في طريقي الى الجبل الاسود. بيني وبينكم ما احب اسوق من الظلم الدنيا، وعادي يعني طبيعي اني اسوق، ما عندي اي مشكله في سواقه، خاصه ان الاجواء دافيه، يعني حاليا درجه الحراره 18 درجه مئويه الساعه 6:20، في هذه 15-14 السوق بالليل ما عندك مشكلة. بس الوقت ما أبغي أتم في البوسنة، أبغي أطلع خلاص خلاص، لازم ننهي الرحلة خلاص. أتوقع أنه وصلنا الحدود، وصلنا الحدود. في هذه الحدود هلو. اوكي خلصنا حدود البوسنة، الله مسخرة مسوينها. وهذه حدود مونتينيغرو، ما ادري هني بعد شو بيقولون. والحمد لله عدنا اليكم من جديد، الحمد لله الامور زانت وعديت حدود بوسنة. شوي لعوزوني يعني، ها والله هو بيني وبينكم انا عندي قاعدة لا تطوف حدود في الليل، خاصة هالدول هذه. اللي صار يا طويلين الاعمار ان طلبوا مني الجرين كارد، طول ما انا ادخل الحدود من حدود الى حدود الفترة الصباحية ظهر عصر المهم بوضوح النهار، ما حد طلب مني جرين كارد. الجرين كارد اللي هو تأمين أوروبا، ولا حد طلب مني أي شيء غير جواز رخصة الدراجة النارية، سجل البيانات سوالك دخول ختم وقال لك توكل. طول الرحلة اليوم قررت أني ما أوقف في البوسنة وأكمل على مونتينيغرو. سبحان الله وصلت لها بعد ما غابت الشمس، وقت الليل هذا الوقت. هات الجرين كارد، شيك على الجواز، شيك على رخصة الدراجة. طبعا ما يفتشونك ولا يسألونك ولا اي شيء. فقال لي انت كيف تمشي في البوسنة وما عندك تأمين؟ قلت له كيف ما عندي تأمين، انا مسوي تأمين 3 شهور اوروبا كلها. قال لا هذا هو، شوف هذا البوسنة عليه شخطة يعني ما عليه تأمين، شخطة يعني ما عندك تأمين في الدولة هذه. قلت له زين والمطلوب الحين شو المطلوب؟ أنا خلاص طالع من عندكم، ربيعكم دخلني ما تشيك عليه لا. قال ربيعنا خلى، نحن انتبهنا الحين لازم تأخذ لك مخالفة. قلت له مخالفة وكم المخالفة؟ قال لي المخالفة 40 يورو. قلت ياهي بلشة ما عندي يورو. زين والحل البديل؟ قلت له قال الحل البديل حط لنا هني 20 يورو على الطاولة وشل جوازك وروح. قلت له خاتم الجواز؟ قال هكول خاتم. قلت له 20 يورو ما عندي، عندي مارك، تبغى مارك ولا ما تبغى؟ المهم وحط له مارك. كم عندي مارك؟ تقريبا 80 مارك. 80 مارك هذه فيها تقريبا 40 يورو، دبل. هي الدبل 40 يورو يعني 80 مارك.
قلت له هذه 80 مارك هذا اللي عندي، والحمد لله اني خاش 20. يوم وصلت حدود مونتينيغرو قالوا لي ما عندك تامين. يا جماعه شو سالفتكم انتم ويا التامين؟ قال ما عندك تامين هكوها مونتينيغرو خط، الخط معناته ما في تامين. زين المطلوب سير سوي تامين. زين رحنا نسوي تامين، قال 10 يورو. قلت له ما عندي 10 يورو، عندكم كرت تخصمون بالبطاقه؟ قال لا. قلت ايوه. المهم لسه افكر كان اشوف اتذكر ان عندي 20 حاطنهم على الصوب، 20 مارك، وال10 يورو يعني 20 مارك بوسني. 20 في وحده كانت بعد شغاله هناك في التامين، بس الشاب اللي كان يسوي لي مو بي قالت اوكي ال20 مارك يعني 10 يورو يعني اوكي، يعني اوكي اوكي. اعطيت الريال خذهم اعطاني التامين وروحت. وانا طالع اكلم عاد هذا اقول له انتم ما عندكم هني خصم بالبطاقه؟ قال لا، قال ما عندنا ارسال نت ماشي هني، فما نقدر نجيب الجهاز اللي هو تخصم منه. قلت له انا افتقرت خلاص ما عندي فلوس. عاد افهمه يمكن يبون شيء، يمكن يبون شيء. والله طلع لي الدفتر في البوسنة قال لي خلاص انا بخالفك 40 يورو ما في مجال. يا ولد الناس غير بدل غير بدل، وبعدين هذا ما يمثلنا نفس اخواني. والمهم عدينا من حدود بوسنة وحدود مونتينيغرو وكل شيء كان سليم تمام، نتوكل على الله. بس عرقلوني على تامين مونتينيغرو، هي على التامين البوسنة ومونتينيغرو. شو هالحالة مو بوقته. كيف يعني مفروض؟ والله هذا الفروض مصيبة يا جماعة، والله الدراجة تزحلق. اوكي 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 وصلنا وصلنا وصلنا. طبعا حاليا الساعة 7:30، درجة الحرارة 13. الحد قال لك تعاند، الحد قال لك تعاند، تقول الا اطلع اليوم من البوسنة. يلا معليش حنا لها. والله انا قالوا لي الصراحة، قالوا لي وانت نيقرو شوارعها سامحني. يلا نشوف نهايتها ونوافيكم ان شاء الله. يلا زين طلعنا من الفرود، فرود خايس كان ورانا ان شاء الله تونس الجزائر المغرب ان شاء الله. يمكن يكون في موريتانيا على حسب اوضاع الفيزا والدخول وما دخول، نشوف كيف الترتيبات شو الاوراق المطلوبه. يلا ما بغينا على مشارف ان نوصل العاصمه، يمكن دخلنا بعد العاصمه. يلا الحين بعد تعال دور فندق